اللي بيدينا بشر عنيف جدا جدا جدا. ففين الكوميونيكيشن ما بين الكافيتي ما بين الايه ما بين الانترنال فيتري كانال؟ دي بقى من الحاجات المهمه جدا 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 بالكونجنتال انوليز ويتش از فيري كريتيكال. ده الليفل بتاع الانترنال فيتري كانال عند الفيستيبيول. وهنا دي الانترنال فيتري كانال ادي كل اللي قادرين يشوفوا فيري اثريتيك اثريزيا اوف ذا انترنال فيتري كانال. الانترنال فيتري كانال بالكريتيريا بتاع السي تي سكان ات شود بي نوت ليس ذان 2 ملم من يوم من اول ما يبقى الواحد بورن مش هيتغير عن كده 2 ملم طبعا دي اقل من 2 ملم تماما. عشان نتاكد نعمل ايه يا جماعه؟ ايه رايكم؟ ديفنتلي ام ار اي. حد هيفكر في حاجه ثانيه غير كده؟ ام ار اي هتعملوها اكزيال ولا كورونال ولا سيجيكال؟ سيجيكال طبعا هيبين الاربعه نفس الوضوح، لكن على الاقل اعرف اللي انا اعمل اكزيال عند الليفل بتاع الفيرال ديتي كانال واشوف التو نيرفز وهم موجودين. العيان ده اتعمل له سيجيكال زي ما الدكتوره طلبت ما اقدرش اتاخر عليكي ابدا. باين عندنا كام نرف بقى؟ في واحد صغنن خالص فيشيال، بصوا ده السيريبيلم اوكي؟ يبقى ده بوستيريور صح؟ وده انتيريور. وفين انفيريور؟ اهو انفيريور اهو ده البرين. ولا البرين بيبقى انتيريور؟ البرين فين؟ ولا في يعني يعني ولا البرين ده حاجه مش قبل الاكل في انفيريور بعد الاكل انفيريور. So this should be superior, this should be inferior, this is posterior عشان السيريبيلم وده anterior عشان بقيه البرين. مفيش داعي نقول اساميه عشان ما نعقدش نفسنا. خلاص؟ يبقى ده اللاترال اند بتاع الانترنال ديستري كانال واخد فيها ساجيتال كات او اوبليك ساجيتال كات عشان ابقى بالظبط بقطع كروس سكشن في الايه؟ في النيرفز. واضح ان انا superior و anterior في الفيشن نيرف وورا في superior vestibular نيرف على استحياء، لكن الكوكليير نيرف از ميسنج كومبليتلي. نعم؟ اما الاكسل هو الويل تاني السيجيتال بقى ما نحاول. اذا احنا عاوزين نجيب النيرفز بالعرض ملهاش حاجه ان احنا نجيب سيجيتال، لان النيرفز ماشيه كده على جسمي انا كده ماشيه على السكالب بتاعتي. لو جيت عاوز اخدها بالعرض يبقى حاجه سيجيتال كده صح. الاكسل اللي هو كده هيجيب الايه التو نيرفز هجيبها لك تاني، لكن الموست امبورتنت بالنسبه لنا ان انا عاوز اشوف الكروس سكشن ان انا اجيبها بالعرض واشوف الاربعه نيرفز عشان ابقى متاكد وين ذا فيشن نيرف وين ذا سبير فيستيبلر سبير فيستيبلر اند كوكليا. اوكي؟ فهنا واضح ان في congenital absence of the cochlear nerve. This patient is a contraindication of a of cochlear implantation. Cochlear implantation واضح جدا جدا. Concerning the patency of the cochlea, اشهر حاجه بالنسبه لنا هي اللي هي المينجايتس. واتفقنا ان المينجايتس الانفكشن بيجي عن طريق الايه؟ الكوكلير اكويدكت. صح؟ وبيخش